صباح الخير أحبائي وأصدقائي قناة الملكة والأمير. أشكر كل أحبائي وأصدقائي اللي اشتركوا في القناة وجعلوها قناة مفعلة وجميلة، ودايما يا رب تكونوا سعداء، ودايما يبقى عندكم الخبر الكويس والخبر اللي يفرحكم. ولكن أنا بتأسف إن كانت هناك في أخبار محزنة أو أخبار مش كويسة. ومن ضمن الأخبار الصادمة إن بعد 40 يوم والد مارينا يستغيث لاختفائها، وصدمة عند استخراج شهادة ميلاد لها. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ استغاث والد مارينا مجدي سعد استغاثة عاجلة بعد اختفائها ب 40 يوم من الصمت والخوف، وقال ان ابنته تبلغ من العمر 19 سنة وهي تدرس بمعهد السياحة والفنادق بالهرم وتقيم بالجيزة، وتكون ابنته الكبيرة ولديها شقيقها الاصغر، ووالدتها تعاني من عدة امراض. وقال خرجت ابنتي من يوم 27 اكتوبر 2021 الى المعهد بتاعها، ومن وقتها ما رجعتش وما نعرفش عنها اي شيء، وهاتفها اتقفل. وبعد تغيبها بيومين راح والدها للسجل المدني عشان يستخرجها شهادة ميلاد، فكانت المفاجأة الكارثية انها قامت بتغيير ديانتها واصبحت مسلمة. اكمل عم مجدي قائلا: وبعد مرور عدة أيام فوجئ بشخص اسمه عبد النبي يتصل عليه ويقول له إن بنتك معانا وما تدورش عليها لأنها اتجوزت الآن من ابني عصام، وأنا صرفت على بنتك 400,000 جنيه وما إياك إنك تبحث عنها. وقام بإن الاتصال، فانصدم والدها وسببت صدمة في عدم ذهابه لشغله. وعندما تمالك نفسه قرر إنه يستغيث بأجهزة الدولة عشان يقوموا بمساعدته عشان يرجعوا له بنته الكبيرة. هل هناك من يستجيب لاستغاثة هذا الوالد؟ الأمر عجيب وغريب. أين الآباء؟ أين الأولاد؟ أين كل الكلام دوت؟ أمر عجيب صراحة، أمر غريب، لكن ما علينا، دي هي الأخبار اللي ظهر عندنا. خبر تاني بيقول الممثل الأمريكي جورج كلوني يرفض مبلغ مالي، مبلغ خيالي، مقابل العمل ليوم واحد. ازاي الكلام دوت؟ رفض الممثل الامريكي جورج كلوني العمل ليوم واحد مقابل 35 مليون دولار لان ذلك بيخالف قناعته. وعن رؤيته للمال اعترف كلوني ان لديه ما يكفي لاتخاذ الخيارات اللي بتروق له وتتماشى معه ما يؤمن به. وكانت شركة طيران لم يسمعها كلوني من قبل هي اللي اقترحت عليه انه ياخد 35 مليون دولار عشان يصور مقطع ترويجي، وكانت مدة التصوير يوم واحد فقط. ماشي. وقال كلوني: بعد مناقشات مع زوجتي قررت ان انا ارفض ال 35 مليون دولار وراء السبب وراء الرفض او ما اللي يتعارض مع مبادئه ويرفض هذا العرض المغري. قال كلوني ان شركة الطيران دي تلك مرتبطة بدولة موضع شك، وقال على الرغم من كون تلك الدولة حليفة للولايات المتحدة إلا إنها كانت موضع شك في بعض الأحيان، ولذلك قلت حسنا إذا كان الأمر كذلك فلا مجال للعمل معهم. وبيقول كولوني إنه شارك بتأسيس منظمة غير حكومية تعني بمكافحة الفساد عبر العالم تدعى، وللرجل مواقف صارمة ضد المال الفاسد، وكثيرا ما كان يعبر عن ذلك أمام وسائل الإعلام العالمية. وفي 2019 دعا كلوني المجتمع الدولي إلى التدخل لمكافحة الفساد في جنوب السودان منددا بالروابط. وكمان خلال تقديمه في لندن حض كلوني الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على المسؤولين عن الفساد. ده من ضمن الأخبار اللي احنا قلناها الممثل كلوني. طيب، البنك المركزي بيعلن خبر يعني صعب جدا جدا جدا. طب يا ترى ايه هو الخبر البنك المركزي اللي هو اعلنه؟ البنك المركزي يعلن قرار جديد بشأن طرح العملات البلاستيكية بالاسواق. اصدر مصدر مسؤول اني لبوابة اخبار اليوم انه كان من المقرر بدء طرح مادة البوليمير في شهر نوفمبر الماضي اللي احنا فيه، ولكن تأجل موعد الطرح لموعد لم يتم الاستقرار عليه بعد، ورافضا الافصاح عن اسباب التأجيل. وكشف المصدر عن مصدر مصير النقود الورقية التقليدية من فئتي العشرة والعشرين جنيه بعد البدء في طباعة النقود البلاستيكية المصنوعة من مادة البوليمير خلال الفترة المقبلة.
وأكد أنه لن يتم استبدال النقود البلاستيك الجديدة المصنوعة من مادة البوليمير بالنقود القديمة المتداولة في السوق المحلية، ولكن سيتم تداولها معا في الأسواق بعد طرح النقود المصنوعة من مادة البوليمير. وقال كل ما يتم إثارته حول موضوع سحب فئتي العشرة والعشرين جنيه تمهيدا لاستبدالها بعشر جنيهات بلاستيك هذا غير صحيح، وهدفه هو إرباك السوق، مؤكدا أنه لم يتم سحب أي فئات نقود ورقية لاستبدالها بفئات بلاستيك. وأوضح أنه سيتم تداول النقود الورقية مع النقود البلاستيكية الاثنين سويا، مؤكدا أن مسألة إلغاء النقود القديمة واستبدالها بجديدة ليس مطروحا حاليا في هذا الوقت الحالي. هتودينا فين يا مصر؟ وكشف المهندس خالد فاروق وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع دار طبعا ان البنك المركزي لم يستقر حتى الان على التصميم النهائي للنقود البلاستيكية الجديدة. شكرا لكم احبائي واعزائي، ده بالنسبة لخبر من البنك المركزي. خبر كان كمان بيقول لك اعرف كيف تشاهد لقاء محمد صلاح مع عمرو اديب. هو محمد صلاح قابل عمرو اديب وقابله امتى وازاي؟ كل الكلام ده هنعرفه حالا دلوقتي. اني محمد اعرف كيف تشاهد لقاء محمد صلاح مع عمرو اديب. الحقيقه محمد صلاح لعيب قوي جدا جدا وشرف مصر دايما باستمرار. تتساءل جماهير كره القدم المصريه والعربيه عن كيفيه مشاهده لقاء محمد صلاح مع عمرو اديب اللي اجراه في وقت سابق. محمد صلاح هو منافس دائم على جوائز الدوري الانجليزي بل والجوائز العالميه على غرار الكرة الذهبية وجوائز الفيفا الأفضل وغيرهم. وانتشر منذ قليل لقاء لمحمد صلاح مع عمرو أديب الإعلامي المصري، وستتم إذاعته على جزئين. وهنا نتعرف على كيفية لقاء محمد صلاح مع عمرو أديب التفاصيل الكاملة لحديث نجم محمد صلاح. يمكنك مشاهدة لقاء محمد صلاح مع عمرو أديب عبر طريقتين. الأولى هي قناة ام بي سي مصر عبر القناة القمر الصناعي النايل سات، والطريقة الثانية هي منصة شاهد عبر الانترنت وذلك خلال الموقع. موعد عرض لقاء محمد صلاح مع عمرو اديب يختلف موعد عرض اللقاء مع عمرو اديب باختلاف الطريقة التي ستشاهدها. اذا كانت طريقتك هو تطبيق شاهد هتلاقي لقاء محمد صلاح مع الاعلام المصري يوم 5 ديسمبر 2021، اما اذا كنت عليك انك تنتظر التلفزيون فهو 8 ديسمبر الايام اللي هو بعد بكره، وتقدر تشاهد هذا الفيديو او تقدر تشاهد هذا اللقاء اللي انت ان كنت حابب تشوفه. طيب يا ترى مصر فيك ايه من اخبار تانية؟ صراحه حمو بيكا يحصل على هديه ثمينه من السعوديه. حمو بيكا اللي كان سبب انزعاج ل نقابة المهن الموسيقية وسبب انزعاج الفنان المحترم والمطرب العربي هاني شاكر. حمو بيكا بنشر المطرب الشعبي حمو بيكا عبر صفحته الخاصة على تطبيق تبادل الصور الانستجرام مجموعة من الصور لهدية ثمينة قدمتها المملكة العربية السعودية إلى حمو بيكا، وهي عبارة عن سيف من الذهب. ويعلق قائلا من جلسة اجتماع سولارت وانتظروا التعاون الجديد وشكرا على التكريم وحسن الضيافة والاستقبال. صراحة حمو بيكا يعني يستاهل سيف بس يقطع رقبته مش ياخده هدية. وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع تكريم حمو بيكا خاصة بعد تكريم مواطنه عم عمر كمال ايضا قبل اسبوعين من قبل احدى العائلات في السعودية ومنحه درعا وسيارة يا سلام كهدية. حلو قوي. وانتهى حمو بيكا خلال الايام المقبله الماضيه من احياء حفل فني يعتبر ثاني حفلات في موسم الرياض، وقدم لجمهوره مجموعه من اغانيه، فقد دخل المسرح مع مواطنه حسن شاكوش الذي شاركه الغناء، واشعل حمو بيكا الحفل وحماس الجمهور قائلا جاهزين اهل السعوديه انا بحبكم، عشان يبدا حفله باغنيه هلا والله، وقدم مجموعة يا سلام عليك يا مصر يا اللي بتقدمي الجميل والجديد، حقا ان مصر عظيمة بشعبها وليس بمغنيها الهابطين، ان مصر ليس هي السبب في ذلك. يا ترى في خبر كمان، محافظ الاسكندرية بيقول خبر وبيحذر من ارتفاع الامواج اليوم. حذر
وأضاف الشريف خلال لقاء ببرنامج من مصر المذاع على شاشة قناة سي بي سي وبيقدمه الإعلامي عمرو خليل إني نوت قاسم تتسم بالأمواج المرتفعة، حيث ارتفعت الأمواج أمس وأول أمس حتى وصلت لحوالي 4.5 إلى 5 متر، وهناك كميات كبيرة من الأمواج وصلت للكورنيش ولكن جرى سحبها وتصريف المياه فورا، وأشار إلى أن الأمواج دي كانت عادية والطقس طوال اليوم كان مشمسا، وقد يشهد اليوم بعض الأمطار الخفيفة والأمواج وارتفاعاتها، لافتا أنه بداية من يوم الأربعاء تشهد المحافظة أمطارا وغيوما. وأفاد بأن الأمواج سترتفع غدا الثلاثاء أو اليوم، وما يسبب مشكلة في شارع الكورنيش نظرا لأن الأمواج تصل له وتحمل كميات كبيرة من الرمال. وربنا يحافظ عليك يا اسكندرية ويحافظ عليك يا مصر. وأوضح أن المحافظة جاهزة وفقا للاستيعابية وتبلغ 1,900,000 متر، وربنا يحافظ على كل الشعب المصري وجميع محافظاته وتكون دايما مصر بخير وبسلام. الحقيقة انا دايما لو كان الموضوع ده عاجبكم ان انا اجيب لكم الاخبار دايما بصوتي وتبقى حاجة يعني جديدة ان احنا نعملها بدل كمان خبر حلو قوي بيقول لك ما هي اعراض القلق. اعراض القلق وده اللي هنتكلم فيه بطريقة يعني محببة، لان القلق النفسي القلق الجسدي والقلق النفسي ده اصبح وتيرة يعني كل الشعب المصري بيمر بيها. يعتبر القلق الجسدي والنفسي من الاضطرابات التي تصيب الإنسان وتؤدي إلى تغيير سلوكه وطريقة تفكيره وشعوره تجاه الأشياء، مما يؤدي إلى ظهور العديد من الأعراض الجسدية والنفسية التي تختلف من شخص لآخر. وقد تتسبب أعراض القلق في انسحابك من التواصل الاجتماعي، رؤية عائلتك وأصدقائك لتجنب مشاعر القلق والرهبة. وقد تجد أيضا أن الذهاب إلى العمل صعب ومرهق، وقد تأخذ أجازة مرضية، ويمكن أن تجعلك هذه الإجراءات تقلق أكثر بشأن نفسك وتزيد من عدم احترامك لذاتك وكده. الإرهاق أو الأرق والدوخة والتعب من أبرز أعراض القلق والأرق. شعور بالرهبة، شعور باستمرار بأنك على حافة الهاوية، صعوبة في التركيز، عصبية، تهيج، أعراض القلق الجسدية. يمكن أن يكون الاضطراب القلق العام أيضا بعض الأعراض الجسدية زي الدوخة، التعب، ضربات قلب قوية، آلام عضلات، ارتجاف، جفاف الفم، تعرق المفرط، ضيق في التنفس، ألم في المعدة، شعور بالمرض، صداع بالرأس، شعور بوخز دبابيس وابر في الجسم، صعوبة في النوم والاستمرار في النوم، الأرق. نكتفي بهذا الأمر. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناتكم قناة الملكة والأمير، ومستني تعليقاتكم ولايكاتكم الجميلة. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، وأتمنى يا رب أن تكون مصر بخير وسلام، مسلميها ومسيحييها وكل الشعب المصري. شكرا وحفاظا، وندعو من الله أن يحافظ على بلدنا وأن يحافظ على الرئيس عبد الفتاح السيسي والبابا البطريرك البابا طيودروس الثاني. لكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم.